اهلا ومرحبا بيكم مشاهدينا الاعزاء. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طبقين، طبق فيه نوع من الكريب، بس احنا كنا مره عملناه حلو وحادق. العجينه هنعمل عجينه بقى للحادق بس، وهنوري ازاي بتتحشي. وطبق تاني من الدبابيس بتاعه الفراخ هنعملها بصلصه مع الطماطم وشويه زيتون وانشوج عشان يعني ندي طعم او تيست جديد لينا، اسمها فراخ بوتانيسكا. كنا عملنا طبق من البريمو او المكرونه بنفس الصلصه او قريبه منها يعني مع التغيير البسيط. هنبدا دلوقتي نعمل الطبق الاولاني بتاعنا، نطلع النار بتاعتنا. طبق الدبابيس ده بيحتاج يا جماعه مع بعض، بنحتاج حاجه تكون عاليه، يا اما حله ما عندكيش يبقى تحطي لو في طاسه عاليه، لازم تبقى الجناب بتاعتها عاليه كده عشان التسويه، لان احنا هيبقى الصوص عالي شويه عشان يخش مع الدبابيس. طبعا الدبابيس ما هياش حاجه عاليه قوي يعني، هنحتاج ان احنا نغطيها بالصوص بتاعها عشان نخلي الصوص يندمج مع اللحم. احنا هنحط اول حاجه زيت زيتون، وهنبدا ان احنا نعمل على نار هاديه، وهنشوح الفراخ بتاعتنا دي تشويح بسيط عشان بعد كده تكمل سواها مع الصلصه، وعشان تطلع الحته بحتتها، ما تبقاش لما هنسويها قوي في الاول لما نسويها ونشوحها قوي قوي زياده عن اللزوم اللحم ابيض بيستوي بسرعه، ممكن تطلع مهريه مننا. لكن هنا هنغير لونها بس من بره، وبعد كده نبدا ننزل بالحاجه بتاعتنا. اول حاجه هنعملها دي يا جماعه، برده زي ما قلنا في حلقه قبل كده، الاكلات دي يا جماعه الاكلات اللي هي بتعد من الاكلات زي الكريب، الكريسبيلا دي اللي احنا هنعملها برضو، الاكلات اللي هي بتبقى اكلات نقول عليها اكلات بوفرة يعني فقيره، بمعنى ان الحاجات اللي هي زي مثلا في اكله اسمها بابا بومودورو بالطماطم، يعني عيش بالطماطم بالطبخه، بيبقى طبخه هنعمله في يوم. الحاجات دي ظهرت ايام الحروب، اما كانت يعني طبعا الاقتصاد لما اي حرب بتبقى في اي بلد بيبقى الاقتصاد بقى شويه، فنسبه الاحتياج بتبقى اعلى او نسبه الفقر بتبقى اعلى، فبتظهر بقى ايه الاطباق اللي هي الفقيره دي. وطبعا اطباق مش عشان انها فقيره، لا ليها تيست عالي قوي وليها، وفي كمان الريبوليتا، في حاجه اسمها الريبوليتا برضو بالعيش والخضروات، بنعمل كده حاجه قريبه من المينستروني اللي هو شوربه الخضار الايطاليه، بنسويها مع العيش، بس ما بيتحطش بقى التبخ معاه، لا العيش ده بيبقى بيتشوي كده و بيتحط في الاخر خالص في بتاع فخار كده، وبينزل عليه الخضروات دي، بيبقى طبق طبق طبعا، ده طبق توسكانو من التوسكانا من مدينه فلورنسا، ده صرف يعني، ده اول ما ظهر في اتعمل في التوسكانا. انا الزيت بتاعي بدا يسمعني صوته يعني بدا يسخن، هبدا ان انا من غير المره دي بقى من غير دقيق، هبدا انزل كده على نار هاديه الدبابيس بتاعتي كده، انا حضرت البصل. طبعا احنا مش هنحط البصل الاول، احنا الاول هنبدا بالعصير العنب. ليه بقى يا جماعه عصير العنب بنحطه كتير كده او بنستعمله كتير؟ اولا هو بيدي تيست حلو للحوم، سي اللحوم او الاسماك، الاسماك بتاخد العنب الابيض، تحب العنب الابيض، بيبقى الطعم بتاعه المذاق بتاعه عشان ابقى صريح، هو اصلا زي ما قلنا قبل كده في حلقه هو النبيت احمر يمشي مع اللحوم، والنبيت الابيض معروف بيمشي مع الاسماك، بيبقى طعم الاثنين، الاحمر بيبقى بيتناسب قوي مع اللحوم، والثاني الابيض بيتناسب مع الاسماك. فاحنا بنستعيد بيه بدل ما بنجيب فينو، طبعا احنا مالناش في ان احنا نشرب كحوليات وحاجات من دي ممنوعه عندنا، احنا بنستعيد بيه بعصير العنب، وبنطعمه بنقطه او اثنين بس خل زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه يعني، وده بيدي طعم كويس قوي للتيست بتاع الحاجه اللي انا بعملها. انا هعمل كده، انا عايز بس اغير لون الدبابيس بتاعتي
كده الف دي كده، مش عايز احمرها قوي. بسيط. وبعد كده هنزل بيها بالعصير بتاع العنب بتاعي. جيب طبق هنا كده عشان احط عليه الحاجه بتاعتي دي انا بستعملها. هنبدا ان احنا، انا يعني ما خدش مني وقت كتير، انا مش ناوي ان انا بشوح بس بسيط، مش ناوي ان انا بغير بس لون اللحم من بره. فهو خلاص بدا اهو مع سخنيه بيض وبقى كويس. هبدا ان انا انزل اول خطوه بالعصير بتاعي اهو، وهسيبه على النار شويه لما اعلي بقى كده سنه، وابدا ان انا ايه اخلخله كده شويه، اجيبه في النص كده كله مع بعض، و اسيبه شويه ياخد ويدي مع العصير بتاعي. وطبعا قلنا نقطه بسيطه من الخل، بسيط قوي. ليه بقى كمان بيدي تيست، يعني بيدي تيست للاكل العصير او النبيت او الحاجات دي بتحطها، وكمان بيقتل لو في زفاره بيقتلها ما بحسش بيها. يعني انت حطي عصير ونقطه خل مع لحمه وخليها خلي العصير تطاير ودوقيها وكليها، لازم هتلاقي لازم في فرق، لازم لازم في الطعم وفي التست لازم هتلاقي فرق، مش هيبقوا الاثنين زي بعض ابدا. يعني ده امان ان احنا ايه نشيل الزفاره من الاكل بتاعنا بسهوله بحاجات زي كده. طبعا نقطه الخل والحاجات دي بتفرق كتير قوي. الاطباق دي يا جماعه طبعا اطباق ايطاليه، واحنا كنا بنقعد نتفنن انا وزمايلي يعني في ايطاليا في الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها سواء مطاعم او اوتيلات او كده، لان زي ما قلنا قبل كده في مره ان المطعم الايطالي مطعم مفتوح، يعني بيساعد بيديكي فرصه للابتكار، مش واقف على حاجه معينه. فكنا ايه الفراخ دي كانت طبعا بتتعمل ب100 شكل وب100 طريقه. كنا بنعمل فراخ اللي هي في الفرن والفراخ بصلصه بس والفراخ مش عارف ايه وبعدين جالنا في مره كم الراجل بتاعنا صاحب المطعم اللي هنا كم الدبابيس دي. فكنت انا عملت مره برضو الدبابيس دي كرتوتشو اللي هي بتتلف في ورق الفويل. قال لنا يا جماعه شوفوا حطوا لنا كم طبق كده للدبابيس دي، انا لقيت صفقه دبابيس. فمن هنا انا ايه اتولدت ايه مساله ان احنا نطلع بقى اطباق او نحاول نالف صلصات للقطعه دي. يعني احنا ما كناش بنستعملها كتير هناك الا طبعا في الماكدونالدز والحاجات دي، لان طبعا في ماكدونالدز في ايطاليا وفي كل مستوى اوروبا يعني، بس ما تبقاش مستعمله كتير في المطاعم. رحنا عاملين لها، قعدنا نفكر مع بعض ايه الصلصه اللي ممكن، ايه الصلصه اللي ممكن، ايه الحاجه اللي تمشي مع الدبابيس دي. الدبابيس دي كانت بتستخدم فقط بس في البايلا. البايلا دي اصلا يا جماعه هو طبق اسباني الاصل، وبيبقى من اللحوم والاسماك مع بعض والرز طبعا. والبايلا دي الاسم بتاعها بالمناسبه كمان الطاسه اللي بتعمل فيها الاكله اسمها بايلا، يعني ما اسمهاش طاسه، بالاسباني اسمها بايلا، عشان كده الاسم جه حتى ان الاكله دي اللي هي البايلا يعني من الطاسه، الشكل بتاع الطاسه اللي بتعمل فيها ده اسمه بايلا، يعني الاسم اتاخد من هنا معلومه كده. فبدانا بقى نعمل ايه؟ قلنا طب الله، طب ما الصوص بتاع المكرونه اللي البوتانيسكا دي ما هو يمشي مع ايه؟ مع حاجه زي دي. طب ما نجربه. ما نجرب المساله دي، انا هشيله خلاص مش عايزه. ما نجرب المساله دي. عملناه طلع جميل، طلع ممتاز، طلع حلو. خلاص بقى ايه؟ في المنيو حطينا، كان عندنا كميه، يعني اتولد الطبق معانا من المناسبه للحاجه يعني.
لكن في طبعا اطباق رئيسيه ما بنقدرش ان احنا ايه نلعب فيها، ممكن اضيف بتاع لكن ما بقدرش العب فيها قوي يعني، لان بتبقى يعني مثلا الراجو او اللي هو في التوسكانا جماعه بيتقال راجو، البولونيز صلصه البولونيز اللي هي باللحمه المفرومه دي في بولونيا عشان نسبه لبولونيا، ولكن في التوسكانا لا بيقولوا عليها راجو، بتتعمل بطريقه تانية لكن هي نفس الصلصه، فالصلصه دي مش هينفع نتعامل معاها نشيل منها منتج او يعني صنف ونحط نضيف، لكن الحاجات اللي هي دي لان الصلصات بتاعه المطبخ اساسيات، في حاجات اساسيات ما ينفعش تلعب فيها. الحاجات اللي تلعب فيها الاطباق اللي هي الجانبيه اللي هي رئيسيه بس يعني ايه منتج جديد فعايزين نعمل له صوص او عايزين نعمل له صلصه، فكنا يعني ايه الحمد لله كان ربنا بيوفقنا، ما كناش يعني زي ما احنا بنعمل حاجه زي الحاجه هنا عندي حته لحمه ممكن واحد يروح قايم بدل ما يعملها كده الحله يالف لها حاجه ويعملها، فبتيجي كده مع الفارق بس حاجه بسيطه جدا مع احترامي للكل ان بيبقى ايه الراجل اللي بيطبخ ده هو عنده الخبره شويه ايه الطعم اللي يمشي مع ايه دي تمشي مع دي تمشي مع بس هي دي كانت الميزه يعني. لكن اي انسان فينا ممكن سهل قوي ان يعني يبتكر طبق، بس طبعا لو في حب للمهنه اصلا بتبقى المساله ايه اسهل بكتير، لان احنا بنقول ان عشان تنتج في شغلك لازم تكون حبه، فلازم ايه عشان تنتج فيه لازم تكون حبه. لو حابب شغلك هتبتكر فيه يعني. عشان كده برضو انا من حبوب فيكم انا مش عايز بصراحة اطلع هوا، مش عايز اطلع راحة ولا ايه، اهو انا هنزل، خليكم معايا في الخطوات، انا بنزل اهو خطوة خطوة عشان ايه يبقى. طبعا الزيتون ده احنا مش ايه مش هنزله دلوقتي لانه يعني محتاج انه يسخن، بس مش هي ايه هيعمل لي هيسبب لي مشكلة. انا هقطع دي كده، وانا بقطعها هنطلع فاصل، ولما نرجع هكمل انا. احنا خلاص اتفقنا احنا هنحط بقيه الحاجات دي، خلاص احنا عطيناها وده كمان، انت بس هتحطي شويه زعتر وشويه الصلصه دول، وفي الاخر خالص ده واسيبه على النار. هنطلع فاصل انتظرونا وهنرجع لكم تاني.